بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. خوش موتر. حياكم الله مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا فيكم وسعداء جدا بالتواصل معكم في حلقه جديده من برنامج في ضيافتهم. هذا البرنامج اللي ياتيكم من ضيافه الى ضيافه، سياره من اروع ما يمكن، موديل 68. ضيفي اللي انا راح اكون في ضيافته مهتم جدا بالسيارات الكلاسيكيه القديمه، وانتم شايفين يمكن اغلب السيارات هي سيارات كلاسيكيه. ضيفي من الشعراء اللي تغنوا بجمال الحرف وعطر القوافي، كتب العديد من القصائد، له العديد من الإصدارات سواء كانت الصوتية أو المكتوبة. ضيفي رجل يقال عنه بأفلاطون الشعر، ولقب أيضا من قبل الساحة الشعر الشعبي بالمرعب. كان من الجيل اللي فرض نفسه ولا زال على ساحة الشعر الشعبي، وأيضا له العديد من الأمسيات والأصبحات الشعرية. ضيفي هو الشاعر المبدع سعد علوش، اللي راح أكون أنا وياكم في ضيافته نغوص في حوارنا معه وفي جمال القوافي ونبض الحروف. أيضا راح نكون مع بعض، راح نقول له أهلا وسهلا فيك يا أبو جابر، حياك الله في هذه الحلقة اللي راح نكون فيها مع بعض، وإن شاء الله حوارنا يكون خفيف فيه قصائد جميلة، وفي لا شك أسئلة راح تكون أيضا في عمق جمال الشعر وأيضا مشواره في شعر وهذه ساحة الشعر الشعبي أيضا. إذن حوارنا راح يكون معه، وهالسيارات القديمة أيضا برجع له، ليش هالعشق بالذات وهل لها علاقة بالشعر ولا لا؟ هذا اللي راح نشوفه، تعالوا معي. أحبك إذا ما كنت داري، أنا داري، أنا كل يوم أقولها لو ما تسمعها، حبيبي حبيبي للوفا بايع وشاري، تخون نفوس ما لقت شي يمنعها، هداياي كتبي باقي أغراضي أشعاري، إذا افترقنا طالبك لا تقطعها، تبرع بها لو ما انت راغب ولا ضاري، لعله عسى تلقى لها ناس تنفع. حياك الله أبو جابر. الله يحييك. وطبعا بعد هذا الترحيب، بعد هذا المقدمة، احنا سعداء جدا ان احنا نكون معاك اليوم في هذا البرنامج في ضيافتهم. ومن طبيعة هذا البرنامج انه يتنقل من ضيافة لضيافة، من تخصص الى تخصص، ولا شك ان في عالم الشعر كثير من الشعراء المتميزين، وانت احد الشعراء المتميزين، لذلك احنا اليوم في ضيافتك واحنا سعداء جدا لوجودنا في هذه الضيافة. والله يا مرحبا ومسهلا، شرفتوني اليوم وانا سعيد اني معاكم، وسعيد اني في هالبرنامج القديم اللي كلنا نحبه يعني، والحمد لله أنه لا زال مستمر إن شاء الله. الله يجزاك خير إن شاء الله، مستمر طول ما في شخصيات مثل كشرواك يستاهلون إن إحنا نوثق حياتهم في ضيافتهم. إحنا متواجدين إن شاء الله. سعد، طبعا من خلال هذا الحوار قرأنا في الإعداد الكثير من الأمور حول سعد علوش. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن قدرت تجعل لنفسك أرشيف جميل عبر الإنترنت، هناك ويب سايت خاص فيك، وهناك أيضا حساباتك في التواصل الاجتماعي موجودة، لذلك اليوم اللي يبي يعرف عن سعد علوش يقدر يدخل عن طريق الانترنت ويعرف أشياء كثيرة. لكن ودنا في هذا الحوار يكون شيء مختلف، شيء ما عرفه السادة المشاهدين، فلذلك أتمنى يكون صدق رحب لأسئلتي. لا بركسة، ويعني لنا الحق اليوم بما أن احنا في الضيافة. لا أكيد الضيف دائم له الحق في كل شيء، وأنا ما عندي يعني ما عندي شيء يعني مختلف في عالم الانترنت غير العالم الحقيقي، الا هي الاشياء الهوايات الخاصه او انه بعض الاحداث اللي يحتاج الجمهور احيانا انه يسمعها من صاحبها يعني، ما هو من الناس او ما هو من مواقع التواصل. نعم سعد، افلاطون الشعر المرعب، القاب، وكثير من الشعراء اطلق عليهم القاب، وكثير من الشعراء حملوا هذه الالقاب معاهم من فتره لفتره لفتره، لكن افلاطون الشعر لقب ما هو بعادي، ولا المرعب، وانا والله ماني عارف ليش مرعب مع ان انت تبتسم بالهدوء المفرط قد يكون. سعد علوش، اسئلتي اللي بسالها لك حول افلاطون الشعر، ليش تحديدا لقب افلاطون مع ان افلاطون هو فيلسوف؟ فهل يوجد في شعر سعد علوش فلسفه معينه اللي خلت الناس وكبار من ساحه الشعر الشعبي تطلق على سعد افلاطون الشعر؟ شنو اللي قدمه سعد من فلسفه من خلال ابياته خلت هذا اللقب يكون لقب سعد علوش؟ اول شيء انا ما ادري من اللي اطلق هذا اللقب بدايه يعني. اثنين، الناس اللي تتابع الشعر الشعبي يعني في مرحله من المراحل كان فيه تحفظ في عالم الشعر الشعبي يعني. كان الشعراء يعني ما عندهم جرأة ان يكتبون شيء جديد
يخافون من ردة فعل الناس. أنا جيت وجاي معي جيل كامل يحبون أنهم يجددون يعني يكتبون جيلهم هم. فلذلك يعني أنا يعني أعتقد أني وضعت كل اللي أملكه من ثقافة ومن مشاعر ومن أحاسيس، وما كنت مصطنع فيها. يعني اللي أنا أقوله في كلامي واللي أنا أعيشه في شخصيتي هو اللي موجود في الشعر. فالمدرسة الجديدة هذه اللي انطلقت يعني مع بداية هذا الجيل سموها يعني أعتقد أنها سموها مرحلة التجديد، وفيها كثير من الفلسفة وفيها يعني وصول قريب للناس. يعني الشعراء من زمان ما كان فيهم قرب مع الناس أكثر من الحين. الحين ممكن أي شاعر يكتب لك عن أي شيء يومي أنت تعيشه، وهذا الشيء كان مفقود في السابق يعني. فأنا أعتقد أن التسمية جاءت من هالباب، أنهم مجددين وأنهم يعني يعيشون الهم اليومي أكثر من الشعر الجامد القديم يعني. مع أني أحبه، ولكن أنا أبرر التسمية أو أحاول أني أنا أشوف لها سبب أو تفسير يعني. طيب سعد، الفلسفة شنو نوع الفلسفة اللي أنت وجدتها أو وجدت أن الجمهور محتاجها للتجديد عشان يقبل الجمهور؟ يعني الجمهور اليوم، أن الكل يعلم احنا كمذيعين ومقدمين برامج نقول الجمهور ذكي. صحيح. ذكي جدا، وهو خير ناقد. فلذلك انتم ايضا الشعراء تقدمون شيء للجمهور، فشنو الفلسفه اللي انت حسيت ان هذا الجمهور يبيها عشان يصبح هناك تجديد؟ شوف، هو لازم الناس تفهم ان هذا الشيء ما هو خطه وقرار. يعني انت الشخص اتخذته علشان تبني شيء جديد، يعني هي ملكة من الله سبحانه وموهبة، ويعني وفيها يعني تزامن مع وقتك، وفيها فهم للناس أكثر من غيرك يعني. وأنت تعلم حتى الإعلام الجديد هذا اللي صاير هو هزم الإعلام القديم في بعض المناطق. لذلك أحيانا بعض الأشياء اللي تواكب الناس وقريبة حيل من الناس ومن يوميات الناس تتغلب على القواعد القديمة. فأعتقد أن لذلك أن الشعر الجدد الحين، صح أنه في طبعا في أشياء ما هي جيدة وفيها أشياء يعني منسوخة، يعني كثير من الشعراء يستنسخ بعض أفكار الشعراء ويكتبها، ولكن الأساس أن قصيدة تقرأها 97 كانت هي من أعظم قصائد 97 مثلا، الحين أكتبها أصغر شعر. تقصد في الإعلام الجديد هو إعلام التواصل الاجتماعي؟ أي إعلام التواصل الاجتماعي. أنا أقرأ قصيدة كانت في يوم من الأيام الشاعر كانت هي أعظم قصيدة كتبت في سنة 95 أعتقد، الحين أكتبها أي شاعر. أنا متأكد أن يكتبها أي شاعر. السر وين؟ السر اللي كثير من الشعراء صار يقرأ كثير ويشوف كثير شعر، فصار عنده السي في عالي يعني، صار يبدأ من حيث ما انتهوا الآخرين. فمن هذا الباب صار الشعراء الجدد الحين يكتبون لك اللي اليوم، يعني لازم تواكب اليوم إيش آخر ما انكتب من أفكار ومن أشياء. سعد، اللي أنا أعرفه واللي بقول حق السادة المشاهدين، يمكن اللي ما يعرف سعد علوش أبوه رحمة الله عليهم شاعر، اخوانه محمد عسى الله يطول في عمره، عبد الله علوش، يعني تخيل لو هو عايش الشعر ما شاربه ومتعشيه ومتغديه ومتريقه ما شاء الله تبارك الرحمن في محيطه العائلي بحد ذاته. لا، ومن السوالف والطرف والطرائف اللي صايره انه كان ابوه رحمه الله عليه، هذا طبعا سعد قالها لي في يوم من الايام، ما كل احد قال لي ويكدها، انه في يوم من الايام كان ابوه رحمه الله عليه ياخذهم لما كنت تطلعون البر. صح. كان يخلي علوش وسعد ها يتحاورون قدامه. صحيح. ويقول هو من اللي علوش اخوي صار مني ب 11 شهر وكان شاعر قبلي. كنت اقول علوش يا علوش كيف أنا يعني عندي هذا بس بالضبط نفس الشيء، لكن أنت كيف قدرت توصل قبلي يعني الحين؟ قال لي تعلم، راح تتعلم أنت ما علي. بعد شهرين صرت ألعب أنا وياه علوش قلطة، ومع الأيام علوش انشغل في العسكرية، ولا هو أنا من الشعراء الكبار علوش اللي أنا أستلذ ولا زال يعني أتابع شو يسوي وشو يكتب، مع أنه نادر ما يكتب. نعم. لكن من الناس اللي أنا حافظ على أني أنا أسمع له، والحمد لله يعني أنه توفق في عسى الله يحفظكم ويوفقكم. طبعا تحية لأبو جابر أخوك محمد وأخوانا كلهم، عبد الله وعلوش وكل العائلة الكريمة. سعد، بعودة إلى الألقاب اللي كنا نسولف عنها قبل شوي، اللي ما يعرف سعد علوش يحكم عليه، والحكم هذا ساعات يكون جائر، يقول عرفت فلان، قال عرفته، قال عاشرته، قال لا، قال أجل ما عرفته.
صحيح. صح ولا لا؟ وهذا صحيح. معروف. لكن ليش بعد هذا اللقب قيل بأن سعد أصابه الغرور؟ ما قام يرد على التليفونات، ما قام يرد على ربعه، ما قام اعتزل نوعا ما. ما وصلتك هالمقولة أكيد، وقيل هذا الأمر في فترة سابقة. هل اللقب بالفعل أثر أو هل الشهرة؟ أنا أشوف أن اللقب ما كان في وقت معين علشان أنا أصير بعد هذا الوقت شيء أو قبله شيء ثاني. هذا واحد. اثنين، أن الناس اللي يحكمون على الرجال بعدم رد أو رد، هذا حكم جائر. ليش؟ لأن الغلا ما هو في تلفون ولا هو في واتساب ولا هو في تويتر. الغلا وتقدير الرجال أنك لا واجهتهم، من له عازة ولا من له حاجة ولا من له قدر عليك ولا من له حق عليك يجيك. صحيح. يأخذ منك الرجال من رأسك. ما هو بعد تواصل ما تواصل. لذلك اللي الناس ما اللي يحكمون من هذه الزاوية هم هذا الحكم ناقص يعني. فما أعتقد أنه راح يكون صحيح هذا. ولكن أنت يعني وصلك هذا سمعت؟ لا، عموما أي مشهور لازم أنه يتهم بالغرور حتى يثبت العكس. العكس هذا أنا ما أدري إيش. هل أنا أجي وأصير صديقك علشان أثبت لك؟ أنا عندي بيتين أذكر أنه يقول على هذه السالفة. أي زين، بدينا نطلع في أشياء جديدة. لا صدق، اللي يقول خذ العفو وترفع عن الناس لو يخطون، ومن ظن فيك بسوء خله على ظنه. الله الله، ترى سيئين الظن لأنفسهم يسيئون، يربي في صدره مخلب وينجرح منه. الله. ولا شغلتك تحسين ظن اللي يظنون، ترى الناس ما بيدعهم النار والجنة. ما يصير انت رجال تخلي شغالك تروح تشوف هذا ظن فيك ظن سيئ تروح تصلحه. ما عندك وقت صراحة. من قابلني يبشر بسعاده من اللي عليهم اللي حق. كفو. ولا الناس الباقيين اللي يحكم يحكم. كفو كفو. الرجل المشهور الإنسان عموما معرض للزين وللشين، معرض للقيل والقال، طبيعي يعني. طيب وجابر، طبعا بطبيعة الحال حكم الناس للناس. صحيح. لكن اللي بيعاشر وبيشوف إن كان حكمه مثل ما هو حاكم ولا إن كان يعني غير حكمه. بصر الله فيه. ها؟ بصر الله فيه. كيف الله فيه على قولة القائل. سعد، قصيدة التوبة كانت محور خلاف في ساحة الشعر الشعبي. أطلقت أنت قصيدة التوبة والكل كان يعتقد بأن سعد خلاص اعتزل الشعر وقطع هذا الدرب، وفي ناس قالوا تاب، وكأن سعد قبل كان على ضلالة وتاب. لكن هل, هل 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 أنت فعلا تعمدت أن يفهم الناس بأني أنا تركت الشعر؟ وأنت فعلا وقتها أنا لما سألت قالوا لي هو فعلا بعد القصيدة اختفى فترة. أي إنسان معرض لمراحل نفسية يعني، خصوصا إذا كان تحت ضغط معين يعني، فالشاعر يوثق هذا التنقل في حياته، بينما الناس تنقل في حياتها كيف الله فيها. لكن أنا شاعر وثقت يعني، أنا زعلان موقف ممكن أكتب 50 بيت، الناس يحسبوني الحين زعلان صار لي سنة، وهو مرة يمكن 5 دقائق بس أنا وثقت. هذا هو هذا اللي صار، أني أنا وثقت هذا الشعور اللي أنا عشته. فالناس، وهذا طبيعي أنا ما ألومهم، الناس خذوه أنه كأنه تغير أو ولكن في النهاية هي قصيدة جميلة ومرحلة جميلة أنا أعتز فيها من مراحلي يعني، وكنت صادق مع نفسي وهذا يكفي. أني أنا إذا حسيت بشيء أقوله ما أخشه يعني. بس سعد، ظهورك قليل، ظهورك الإعلامي أنا أقصد. سعد هل يمشي على استراتيجية معينة؟ يعني اللي أنا عارفه اليوم الشعراء مكثفين لظهورهم لأن الساحة تنافس. صحيح. والساحة اليوم فيها جديد دائما من الشعراء. صحيح. ظهور الشاعر في الوسائل هذه هو تواصل مع جمهوره بجديده، بوجوده، بتواجده. سعد مقل جدا، نادر ما تلقى لسعد لقاءات تلفزيونيه، قد يعني يمر 3-4 سنين لقاء واحد. شنو المقصد من وراه؟ هل المقصد انه انا اكتب الشعر لنفسي، ولا انا خلاص وصلت الى مرحله لا صرت أنتقي وين أظهر، ولا أنا لا ما يهمني الظهور الإعلامي أساسا قد ما يهمني عندي حسابي في تويتر ولا إنستغرام، أرسل لي أرسل للي متابعني بيشوف اللي بيشوفه. والله شوف، أنا في مفهوم خاطئ يعني، مسألة رضاء الناس هذه يتعامل معها التاجر. التاجر يهمه يعني المستهلكين، يهمه كيف يرضيهم يعني، وعنده أولوية هذا الشيء. حنا المفروض ما نتعامل بهالمنطلق صراحة. أنت صاحب
شيء تعتقد انه ابداع. اذا الناس حبته يا مرحبا ومسهلا، اذا الناس ما حبته بصر الله كيف. انا شاعر يعني انا اشعر بالشيء واكتبه، في حين كتبته ابتواجد، في حين ما عندي شيء اكتبه ما راح اتواجد. زائد ان الشعر في النهايه يعني هو هوايه جميله ممكن احترفناها، ولكن عاد مو هو بكل الدنيا. لذلك انت الشاعر او انت الانسان، او بعدين مع تغير الامر يا الرجال تغير مسؤولياتك يعني واهتماماتك. ولكن محبه الناس هذه ومحبه الشعر هذه شيئين لا يمكن تعويضها انا بالنسبه لي. لذلك انا احرص جدا اني انا اكتب الشعر اللي انا اولا استمتع به ومن ثم الناس تستمتع به. لأني أنا إما استمتعت به ما استمتعوا به الناس، لأني أنا الشخص الأول من جماهيري لي يعني، وأنا أفهم أعتقد أني أفهم ففي الشعر. فإذا أنا أسمع وما استمتع أعرف أن الناس ممكن تستمتع بس أنا لذائقة معينة يعني، أنا ما أخذها من هذه الجزئية. ما أصنع الشعر، وحتى لو نصنع في بعض المناسبات أو بعض الظروف إلا أنه مجملا هو لا هو شيء تستمتع به. فاللي تستمتع به ما هو تحت قرار معين وتحت توقيت معين وتحت أني لازم أنزل في اليوم الفلاني ولازم اللقاء الفلاني يكون فيه موجود ولا الأمسية الفلاني يكون فيها موجود، لا هذا ما هو. ممكن هذا اعتقاد ناس وناجحين فيه بس أنا ما هو عندي هذا الشيء، ولعل من الأسرار اللي مخليني للحين أكتب واستمتع هو اللي جعل الاستمرارية أعتقد ذلك. أو طيب من الأشياء من ضمن الأشياء اللي عند سعد علوش عشقة للتصوير، عشقة للسيارات الكلاسيكية مثل ما شفتوا أنتوا في المقدمة لذلك، وأيضا عشقة للبر والحلال، وعلى فكرة عنده ذود ما شاء الله، عنده من الإبل الشيء الطيب وما يخليها بالصيف يعبرها. فإحنا قلنا لازم شاعر وما تروح معاه بر ويقصد هناك ما في فايدة، لذلك بناخذ سيارة من سياراتك الكلاسيكية وبنطلع عليها للبر وبنسولف داخل السيارة أنا وياك. شو رأيك؟ اللي تبي يا أبو. توكلنا على الله. إذن توكلنا على الله. إذا مشاهدنا الكريم حوارنا مستمر معك. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام من خلال هذه الاستضافة مع الشاعر سعد علوش، وفي طريقنا طبعا الى البر طالعين مع ابو جابر من احد الاماكن اللي يعشقها ابو جابر، يكاد يكون يوميا تروح ولا تقريبا غلطان. اذا انا موجود في الكويت اروح يوميا ها؟ يومي لازم. لكن قبل لا ندش ليش يومي يروح سعد الى البر، خلنا نقول لكم هذه احد السيارات الكلاسيكية اللي يمتلكها سعد، وودي اعرف سبب عشق سعد الى هذه السيارات الكلاسيكية. سعد ما شاء الله عندك لا يقارب عن 10 سيارات كلاسيكية. صحيح. انا من عشاق الكلاسيك يعني ومستمتع بهالهواية لان احس فيها بشيء يعني، الكل يبحث عن مشاعر، انا احس فيها بشعور حلو. السيارات هذه ما ادري يمكن عشان كبرت ترجعني ما اعرف شو السر، بس انها جدا جميله واحس انها مقتنيه حلوه يعني. تدورهم مكان لمكان؟ والله في تجمع لهم كل يوم جمعه في الكويت، وفي لهم نادي وفي لهم يعني شبه رعايه يعني رسميه ما شاء الله. على فكره ترى احنا قدمنا المقدمه بسياره وهذه سياره ثانيه، ولو عندنا وقت كان سيارة ثالثة ورابعة عشان تشوفون السيارات اللي بس موجودة. السيارة اللي أنا أحبها ما قدمتها اللي هي الرينج القديم، لأن يمكن عشان مرتفع شوي ما تجيبها الكاميرات. إلا أبو جابر بسألك الحين، أنت ما شاء الله عندك مجموعة هالسيارات الكلاسيكية، أنا اللي أعرف أن السيارات الكلاسيكية هذه تحتاج إلى رعاية صيانة قد تكون، هل عندك وقت؟ وأنا أعرف أن ما شاء الله عليك دائما مسافر. لا والله عندي واحد مسؤول عن هذا الشيء. وصراحة ما يقصر وبيض الله وجهه. ودائما يعني السيارات هذه تحتاج العناية دائما، وخصوصا في قطع ما تجي إلا من برا. ولازم تشتغل كل يوم. لازم كل يوم يشغلونها. كل يوم يشغلونها. ففي مرة من المرات قلت لهم شغلوها الصبح. وخلوها شغالة. رحت نمت ونسيت. نسيت السيارة. نسيت كلها شغالة. من الساعة 5 الفجر لعشر الصبح. وسيارات شغالة؟ كلها شغالة ما شاء الله. وين صاحبك هذا اللي خربت عندي ثنتين منهم؟ فالسيارات هذه لازم تحتاج
شخص يعني يفهم فيها لأن ترى نادر اللي يفهم، خصوصا أنها أنواع متعددة يعني. صحيح. بس في الكويت الحمد لله الحين أنا أشوف أن هذا الشيء منتشر والشباب ما يقصرون يعني، خصوصا أهل الكلاسيك صار لها سوق. لا لا بينهم تواصل يعني، أنا إذا ما عندي قطعة معينة يدلوني عليها أو يدلوني على صاحب. أسعارها يعني أسعارها مختلفة من سيارة لسيارة أكيد. إيه دائما تكون أغلى دائماً ساعات دائما في ارتفاع. مستحيل تلقى الكلاسيك انه ينزل، لازم يرتفع. عسى الله يبارك لك ان شاء الله فيما عندك. سعد خلنا ننتقل طبعا بما ان احنا بالطريق رايحين الان الى البر، المكان اللي انت دائما تروح وتتواجد فيه. يقال بان اعذب الشعر اكذبه، تعتقد انت ان هذا البيت لا زال ينطبق على اشعار هذه الايام، ولا يعني تميل في كتابتك للشعر للواقعيه وطبعا المنطقيه اكثر وسرعات الى الخيال؟ لا انا اتوقع انه اللي كتب البيت ما درى ان هذا اكثر فتره ينطبق فيها البيت هذا. كيف؟ اللي هي اذب الشعر اكثر. لانك انت احيانا يا الرجال تكتب يعني 50-60 بيت ما هي كلها اشياء انت عشتها، كلها يعني نصفها تصور، نصفها من تجربه، نصفها شيء نعم. سامعه نعم. نصفها شيء شايفه. انا اقول للجمهور، اقول في الشعر لا تبحث عن الحقيقة، ابحث عن الدهشة. دهشة. شوف وين المدهش، ما يعنيك حقيقة ولا يعنيك مدهش أو مش مدهش. أنت لك في الدهشة، لك بالاستمتاع، لك بالامتعاض، لك بالتجربة. ما يعني أتوقع أن عامل أن هذا الشيء صار أو ما صار ما هو ضروري في الموضوع. نعم سعد، أنا ما شاء الله أشوف لك إصدارات كثيرة، عندك آخرها كان إكزت 3. صحيح. وعندك قبلها كذا إصدار، ومنهم حتى إصدارات مو بس في الشعر، إصدارات حتى في كان عندك كتاب بعنوان كن ذكيا تكن متدين. كن ذكيا تكن متدين، هذا التنوع في الكتابة ينم عن الاطلاع وينم عن قراءة، وأنا اللي أعرفه أنك تقرأ ما شاء الله. شنو اهتماماتك في القراءة؟ هل هي في أي شأن؟ هل هي في شأن الفلسفة والحكمة فقط ولا أدبيا فقط؟ أنا مع العمر، وهذا راح يجرني إلى سؤال ثاني والله. أنا بقول لك شيء، اللي يحصر قراءته في شيء معين هذا صاحب تخصص. نعم. أنا مو صاحب تخصص، أنا أقول لك أنا أبحث عن العمق أينما كان. أينما كان. حتى في السخرية. حتى في الأشياء اللي حتى في الرسم. الرسم فيه سطحي وفيه عميق، وفيه في الشعر فيه سطحي وفيه عميق. حتى في الحوارات أنا أتحاور مع ناس أحيانا أشكالهم بسيطة ولكن يحملون عمق. نعم. نعم. يعني ما هو مثقف ولا هو دكتور ولا هو استاذ ولا هو كبير في العمر لكنه عميق. فلذلك أنت تبحث عن العمق أينما كان. صحيح. في الناس وفي الكتب وفي حتى بعض الدول عميق. في علاقاتك. بعض الدول عميق وبعض الدول سطحي. الله. بعض الحواري تروح له وتدري هذه الحارة أنها عميقة. الغريب أنه ماكو تجربة بالفصحى لسعد، ليش ما كتبت الفصحى رغم أنك أدري أنك تحب تقرأ لنزار غطاني وتحب تقرأ للشعر الفصيح وحتى المتنبي، تحب بدر عبد المحسن طبعا من التفعيلة طبعا غير الفصيح يعني، وأحيانا أنا لي في التفعيلة يعني الحمد لله كتبت فيها أشياء أعتقد أنها جيدة، لكن الفصحى أنا ما أعرف له، والرجال إذا ما يعرف الشيء مو ضروري ما لا 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 تروح للرجال، لا تجرب نفسك في مكانه ما هو مكانك. ما في ضرورة أني أكتب فصيح. ما أحب ببساطة شديدة ما أحب أني أكتبه في شلفي، أحب أقرأ أسمعه، واكتفيت بعمالقة الشعر العربي يعني ما يحتاج أكتب أني أقرأ وأستمتع. بعدين هذا كلامنا حنا النبطي، أنا أعتز به واجد، هذا عصرنا وجينا وكلامنا نكتبه. ممتاز. سعد في بالي ويمكن يلاحظ السادة المشاهدين أنت قصائدك جميلة جدا، ومن هالقصائد هذه يمكن لو شاعر في مقتبل العمر يقول لك الله لو تتغنى هالقصيدة. صحيح. والغريب إن مالك ولا قصيدة مغنى، ليش؟ أول شيء لسببين يعني. السبب الأول أو سبب تحديد مالك بالشعر الغنائي. إيه السبب الأول سبب ديني مع بعض الاختلافات في الآراء ولكن ندرى الشبهات يعني. السبب الثاني اللي أنا شعري شوي صعب على الأغنية، الأغنية تحتاج كلام سهل. مع احترامي لكل اللي يكتبون الاغنيه يعني احيانا السهوله صعبه يعني. بس انا اتكلم عن شعري انا احس انه ما يصلح يتغنى. هل تعتقد بان القصيده او الاغنيه القصيده لما تغنى تقلل من شان القصيده؟ لا في كثير من القصائد ما عرفناها الا بعد الاغنيه. ولو ما تغنت ما عرفوها الناس. نعم. لا بالعكس يعني الاغنيه تعطي القصيده دافع كبير يعني. حلو. هذه حقيقه.
يعني. ولكن الانجح ان تنجح القصيده بدون اغنيه، هذا نجاح مضاعف. عموما احنا راح نقفل هني ونكمل باقي حديثنا في العزبه على قولتك، توكلنا على الله. مرحبا. هذا المكان اللي قال عنه ابو جابر دائما، هذه العزبه اللي يقعد فيها هني كان حلالك ربز. صحيح. ها صحيح. ما شاء الله، ايش كثر عندك من دود؟ 40. تبارك الرحمن. الحمد لله. تبارك الرحمن. منقيهم؟ اي طبعا. ها ما شاء الله. لا احنا نروح من زمان. لك وسم معين؟ اي احنا وسمنا الكلوب والحلقه. ما شاء الله. تبارك الرحمن، عسى الله يزيد ويبارك. اياك ابو جابر، عقب هالشوطين مالت الخيل طرب بالي والله، انا اقول يا ترى كم قصيده طلعت على هالجو عندك؟ واجد، بس ما علموا شيء عشان ما يجون الشعار هنا. ليش معنى يعني؟ لا لا صراحه فيه المكان هذا يعطيك الهدوء على شبه الضوء. إيه. فنجان القهوه باذن الله نبي عاد القصيد. ها على خشم. وترى على فكره ما في لا رابح ولا خسران، انا وياه على الخيل. ها باذن الله توكل على نصلي المغرب ان شاء الله. نعيم الله خير. شو اسمها الفرس هذه؟ اي البارزه. البارزه ما شاء الله تبارك الرحمن. وخر يا اخي، عوذ الله من شرك يا الحصان. توكل على الله. يلا اذا بنتقهوى وبنصلي اول ونتقهوى ونسولف ان شاء الله. سم سم سم. كل ما نسنس من الشرق صوتك يا جفول، ترتعش في الصدر غيمه وتضحك سنبله، ويعترك حلم التراجع مع حق الوصول. اه من حق ارجعه، واه من حلمه اوصله، يا كثر ما مر هالقلب من ناس وفصول، لين صرت انا الطبيعه وهم المرحله، ويا كثر ما عشت فرق التعود والذهول. يا غبا حفظ الاجابات قبل الاسئله، كل ما تعرض الدنيا على عيني اقول الرجال كثار لكن يقل المرجله. ترى بعد الخيل الواحد طخ شوي، يبيله لياقة العلم يعني، رياضة الخيل هم يبيلها واحد يكون فت ولياقة وصحيا يكون ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما احنا صلينا المغرب وصلينا العشاء وافلحنا، اللهم لك الحمد. الحمد لله. والاجواء الحقيقة ما كنت اتوقعها تكون جميلة وحلوة بهالطريقة، يعني احنا بشهر 5 ولا زال الجو بارد ما شاء الله في الكويت. صحيح، لان البر غير البلاد دائما احر من البر. ما شاء الله البر دائما بارد الحمد لله. الجوزي عساك بس مستعد لاسئلتي. ترى انا قلت بخلي بعض الاسئله الصريحه الحين. لا اللي تبي يا ابو الله يسلم عمرك. سعد، انواع القصايد متنوعه، فيها الغزل وفيها المدح وفيها ايضا الهجاء ان كان من خلال ايضا انواع الشعر، وأبروح تحديدا للمدح. هناك يعني من يقول بأن بعض الشعراء يستغل قصائد المدح للتكسب، وهذا اليوم نسمعه، التكسب المادي طبعا قد يكون لبعض الشخصيات، لبعض الرموز اللي موجودة، وبالتالي يقرب نوعا ما من هذه الشخصيات. وهناك أيضا من الشباب اليوم أصبح حتى في أمسياته الشعرية يتلقى مبالغ من خلال الأمسيات الشعرية اللي يقدمونها. صحيح. هل هذا الكلام اليوم يزعج الشاعر أو هو محرم على الشاعر إن قلنا؟ أنا بالنسبة لي يعني أنظر الموضوع هذا بنظرة شوي مختلفة. يعني هن في النهاية قبل الشعر وقبل هذا احنا مسلمين وعرب الحمد لله، والمدح من أساسيات الشعر ومن أجمل أصلا فنون الشعر المدح. والرجال يمدحون يمدحون صاج، ومدح الطيب يعني هذا في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم قال لها أحب فلان قل له أنك حبيته، فمن السنة التعبير عن المحبة. هذا شيء. اثنين، أنت لما تمدح الرجال تزيده يعني كأنك تأكد على الطيب يعني وتحث على هذا الطيب، فالناس يعني خذوا الشاعر المادح بنظرة جدا سلبية يعني. وفي الأثر يعني أنه اللي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، فيها دلالتين القصيدة هذه. بان السعادة وقلب اليوم مبتول، يعني هو تغزل أمام الرسول ولا انكر عليه. نعم. اثنين،
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهداه بردته. وفعل النبي كما نعلم انه مقدم على قوله، يعني هذه سنه اكيد، يعني اهداء الشيء مقابل المدح هذا سنه من سنن النبي. ولكن اليوم في ناس يمكن ما عندها علم بهذه الاشياء، وهي من السنن ان الرياجيل يعني يعبرون عن محبتهم، وان الماء الرجال الطيب يثنون عليه الرياجيل يزيدون في طيبه. لكن هل المحبه ساعه تنتظر مقابل؟ يعني لا، ما تنتظر مقابل، ولكن الشخص هذا اللي عطى فهذه سنه. ان كان رد على الشاعر اللي مادها فهو ما اخطا، هذا سنه من سنن النبي والرياجيل الطيبين. جميل، هذا كلام مثالي واليوم وكلام جميل. قد سعد، قد يكون سعد علوش ما عليه، انا معاك في شعره. نعم، يتكسبون انه يمدح له واحد ما هو بكفو المدح. هذا هو ما قد يكون ما يستحق المدح، قد يكون فقط للغرض المادي. هذا الشاعر هذا جزء بس ما يعيب المدح كفن من فنون الشعر الجميلة وكأدب في تراثنا العربي، من أجمل القصائد هي اللي انقالت في المدح. أنت سعد في يوم الأيام مدحت طبعا، واللي أعرفه أن أيضا لك أكثر من قصيدة في أكثر من شخصية في المدح. صحيح. هل قيل لك في نفس الكلام أنه والله لا سعد مدح لأجل الغرض؟ ولما تسمع ينقال سعد مدح لأجل الغرض، شو يكون شعورك كشاعر؟ هو أنت على حسب الممدوح. إذا الممدوح يستاهل ما قالوا لك شيء الرجل، بالعكس كل الرجل اللي يدونك عليها. من أكثر القصائد اللي أنت مدحت فيها وحسيت أنها الشخصية تستحق؟ الشيخ زايد رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. في عام 2002 كان هذا له أثر كبير يعني علي، لأني كنت صغير في العمر، كان عمري 23 سنة. أنا بالنسبة لي كانت تجربة جدا يعني في أحسبها بيني وبين نفسي شيء كبير يعني. إيش كانت القصيدة سعد؟ والله كان فيه قصيدتين وأنا عديت عليه مرتين، ولكن اللي أنا أتكلم عنه أنه الشيخ زايد رحمة الله عليه هو كحاكم يعني حاكم لا يتكرر، وكرجل رحمة الله عليه رجل لا يتكرر، وكشاعر شاعر يعني كان من الأجمل الشعراء. يعني الحكم ما هو مجرد حكم، يعني أنت قدام ثلاث أشياء يعني تعتبر الواحدة منها كافية أنك أنت كشاعر في هذا العمر انك تمر في تجربه جدا صعبه وانك انت تتعداها ومقيول لك بيض الله وجهك. هذا كان شيء جدا بالنسبه لي يعني اعطاني ثقه. يعني في عمره صغير شنو كانت رده الفعل عليك منه رحمه الله عليه؟ كأعجب بالقصيده وسالني عن اسمي وصار مره ثانيه يوم جيت عرفني، وهذا الشيء يعني من اثمن الاشياء. الحمد لله رحمه الله عليه. انا كان ودي اسمع منك قصيده، الحين الناس على كثر الحديث معك قالوا مستضيف شاعر وما نسمع قصايد مو صحيح. صحيح. فأنا ما بألزمك بقصيدة معينة، أترك الحرية لك، خصوصاً أنك موعدني. هو قال لي من أول ما نسوي الحلقة قال هالحلقة كل شيء فيها شيء جديد، وأنا قلت قبل شوي صحيح بناخذ جديد، عطنا من الجديد. تامر يا أبو قيام يقول: هو هذا شالك ولا طوق ورود يورق تحت وجهك على شالك في ظل محني لحيك المجرود ينور الله. ولا ظل الله ظلالك قدر على وصالك حفيد الدود وأنا بشر ولا قدر وصالك. الله الله. معاك أنا الحاسد وأنا المحسود ومعاك أنا المملوك والمالك، أحس عشقي فيك ورث جدود بيروح لعيالي ولعيالك، ما في حس يروح لك مردود، تحيالك اللهفة وتفنالك تمر بالات العرب وتعود والناس ما مروا على بالك، ما به قصيدة إلا وبك مقصود الله. ولا أغنية إلا وتغنى لك، وما فيه زين إلا وعندك زود، وما فيه فال إلا بعد فالك الله. الناس فيها بيض وفيها سود، والله خلق لك لون بالحالك حالك. من تربة الجنة ودهن العود وآخر رمق في الشمس متهالك، وأنا البعيد وصوتي الموجود يأحظ صوتي لا تهيالك، معادن العاشق بدون حدود، أنا كلام العاشق انقالك انقالك. صح لسانك صح لسانك صح لسانك سعد على هالقصائد الجميلة. هل تعتقد أنك تعيش حالة مع الكتابة اللي ممكن أن تترجم بقصيدة دائمة؟ طبعا حالة دائمة أقصد، أن تمشي سواء في سفرك سواء في جلستك سواء في بيتك وحتى مع نفسك تحس أنك أنت بحالة دائمة مع الشعر اللي ممكن أن يتحول إلى كم كبير من القصائد؟ أنا بقول اليوم شيء أول مرة أقوله، أنا حاولت وأعترف أني حاولت أكثر من مرة
اني اخلي الشعر. تترك الشعر؟ اترك الشعر. ما هو بترك اعلاميا. نعم. ترى الاعلام هو اخر حلقه في الشعر. اتركه انا كمداوله مع نفسي، يعني اصير شيء ثاني. ولكن اول شيء ما قدرت، اثنين حسيت انه هذه الله اعطاك هذا الشيء. فهذا من اقدارك يا الرجال انك انت شاعر، فتترك هذا القدر الجميل وتتجه القدر ما هو لك. بتصير في شيء ثاني ما هو بنت. انا الشاعر حاولت اكون غيره. شو اللي دعاك لهالشيء؟ عندي اشياء ثانيه، لكن الشعر هو الشيء اليومي، هو الشيء الذهني اليومي، هو المتعه اللي عايش معاك. اي هو المتعه الدائمه. هو التفكير الدائم في الشيء الجميل. معناتها الحكي كل شيء تشوفه تشوفه بعين الشعر. 90% من الاشياء اشوفها بعين الشعر. ترى هذا الشيء ما هو زين. ما هو زين، لان الشاعر احساسه مضروب بعشره. سعد، انت لك من الدواوين المقروءه والمسموعه. صحيح. بوجهه نظرك اليوم انت كشاعر، شو تشوفه اكثر رواج، المسموع ولا المقروء؟ وهل لو كان المسموع، هل لان الاسهل، يعني بمعنى اصح مثلا ما اخذ كتاب واقراه، اسمع وانطرب، وهل هو بالفعل المسموع يعيش المستمع بجو اكبر من المقروء؟ شوف، طبعا المسموع اكثر انتشار، ولكن المقروء هو شيء ملموس، كأنه جزء من هذا الشخص عندك. يعني لذلك انا عندي كتاب موقع عليه محمود درويش، لذلك هذا الكتاب مهديني اياه شخص. هذا من اغلى تحفه، يعني من اغلى ما املك انا بيني وبين نفسي، يمكن عند الناس ما يعنيهم. شنو الكتاب؟ كتاب من دواوين محمود درويش. بس هو موقع عليه بنفسه. هذا لانه هو وقع عليه بنفسه، انا يعني لي شيء كبير، يمكن ما يعني الناس. شيء مسكته، يعني محمود درويش اسمع انا كل يوم. بس هذا شيء منه لي، شيء منه عندي. فهذه زائد ان الكتاب توثيقي اكثر من المسموع. للمراحل، للمرحله هذه، علشان تبدا في اللي بعدها. فهذا الاختلاف اعتقد بين المسموع والمقروء. سعد، نبي نسمع قصايد، احنا طماعين الحقيقه، وهالجو يخلي الواحد، والله انا اقول نقلبها قصايد بقصايد بقصايد، وكلها دام منها جديده. يقول تخليني تخليني وانا اللي حبك بشتى شرايينه. الله. تخليني مثل طفلي الصغير اجلس على بابي. تخليني وانا اللي ما رضاك تطيح من عينه، يا كم مره يدحرجك الزعل وتردك اهدابي. تخليني وانا اللي ما رضاك تطيح من عينه، يا كم مره يدحرجك الزعل وتردك اهدابي. تخليني وانا اللي لا لقاك وراح من حينه، اقبل كفي اللي صافحك واحنط ثيابي. والله. تخليني وانا اللي لا لقاك وراح من حينه، اقبل كفي اللي صافحك واحنط ثيابي. احبك واعرف ان عمري معك ما يعرف سنينه، احبك واجهل اسبابي. احبك واعرف اسبابي، احبك ومنيات الشاعر اكبر من دواوينه، بتكبر الارض لو اني اللي بصدري صار بترابي. خذني من يديني ولا خذ طفلك من يدينه، انا صعبه علي اكون لك وحضوري غيابي. صح لسانك، صح لسانك، سلامة المستمع. هو اليوم اللي حاضر معنا ملكة الشعر لا شك، والقوافي الحلوة. صحيح. سعد، منذ بداية انطلاقة سعد في الشعر ووجوده في ساحة الشعر الشعبي اليوم، من هالبداية إلى الآن، شنو اللي تغير في شعرك، في كتاباتك؟ أعتقد أنا أنه في تطور طبعا. وفي نوع من الجمهور يحب الشعر القديم اللي أنا أكتبه، ويشوف أن الشعر الجديد اللي أنا أكتبه ما هو أقل، بس إنه ما يميل له يعني. ولكن أنا من داخلي هذا أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أكون اللي قبل 11 سنة. وأتوقع أني أنا هذه السنة ما راح أكون اللي بعد 10 سنين. سعد، أنت لعب قلطة. إيه، أحب القلطة جدا. حاورت. أنا يطرع على بالي موقف، ما أدري مسموح لي أقوله ولا ما أقوله، لكن بقول حق السادة المشاهدين، دام أنك في ضيافتنا بنقوله. واسمح لنا عاد، من خلال طبعا معرفتي في سعد، أسولف مرة عن المحاورة والشعر، فقلت حق سعد أول مرة طلعت وحاورت، تتذكر لما قلت لي؟ صحيح أتذكر. كانت مع سلطان الهاجري. صحيح. الله يذكره بالخير، شاعر كبير سلطان الهاجري. طبعا. وكان واللي موجودين منو سعد اللي بيحاور؟ سلطان الهاجري. ها؟ أنا كان إيه؟ في حادث أنا لازم أقولها.
لأن هي سبب الحادثة الثانية. ما ودك تقولها من البداية. العم عبد الله بن عوض الخضير الله يطول في عمره أمين، كنت أنا أتحاور معاه في البر وأنا كان عمري 14 سنة. فجاء عرس الواحد من الجماعة وحضرناه، فكان في سلطان معزوم وكان في حبيب العازمي، بس حبيب بيجي بكرة واليوم بس سلطان. مسيهم بالخير. مسي عليهم بالخير شعراء كبار، وأنا من الناس اللي أحبهم جدا. المهم أنه أبو عوض الله يذكره بالخير قال لي يا سعد أنت في البر شاعر، اليوم هذا سلطان وهذه الصفوف عندك وهذا الميكروفون. أنا كنت في أول ثانوي يعني كنت صغير يعني، قلت بس خلاص حاضر، وأقوم وأخذ الميكروفون. وأذكر أني قلت حق سلطان سلام الله سلاما يضرب الرجال بالرجال. حامي حامي من أولها. إيه صك الرجل الأول لين يشكي منها الثاني، ترى راس الجمل مخطوم وخطامه مع الجمال. ابن وسام وقف انتبه لي لا تحدان. اوه قال هو إيه؟ انا لقيت لي شبل وظن خيرة هالاشبال، هلا بالشاعر اللي قوم صفوفه وناداني. الله الله كان من اجمل الطواريك، مع اني انا كنت صغير. سلطان شاعر كبير يعني وعلم من اعلام الشعر. وهذه التجربة الاولى كان انا في اعتقادي ان هذه البداية. لكن ثاني يوم كنت ابي حبيب الحين. ها ايه خلاص الحين سلطان وخلصنا معه. الحين سلطان امس اليوم حبيب. ابوي دار الله يرحمه ايه قال مو لا تلعب مع حبيب، لا اشوفك في العرس كله لا تجي. الله يرحمه رحمه الله. ايه لانه تعرف صغير والقلطه القلطه عالم مختلف عن عالمنا صراحه. عالم يحتاج سفر صحيح، يحتاج سهر ويحتاج ادوات غير ادوات الشعر النبطي جدا مختلفه يعني. نعم ولكن انا لليوم ترى كل يوم لازم اسمع قلطة، لازم لازم يومي اسمع قلطة. اسمع الثبيتي الله يرحمه، واسمع صياف، حبيب، سلطان، القرقاح، هذول الشعراء، مستور، يعني هذول الشعراء هم اعلام الشعر الشعبي. وعموما شعراء القلطة انا في اعتقادي انهم اكثر صعوبة من شعراء النبط. هل هي بالفعل، انا بغيت اسالك، شعر القلطه اصعب بكثير من الشعر من كتابه القصيده العاديه؟ اي طبعا، لانها ارتجالي. هل لانها كانت ارتجاليه؟ طبعا لانها ارتجالي، لانها في نفس الوقت. وهل ممكن تقضي على شاعر؟ وقضت على كثير من الشعراء. انت في 2008 صحيح اطلقت مسابقه من خلال حسابك في وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وهذه المسابقه كانت كتابه بيت او شطر، اعتقد شطر. صحيح. وكنت تقول فيها وقتها محتاج لك والحاجة أم الاختراع. صحيح محتاج لك، وقلت كملوه. كملوه صحيح كملوه. وهذا الكلام في منتديات الشاك سعد علوش سنة 2008 ونحط له جوائز قيمة يعني. وفازت فيه شاعرة. شنو كانت تكملة محتاج لك والحاجة أم الاختراع؟ يلي تسافر كل ما احتجت لك، بعدين لها بيت تقول لأن المطر ينزل عشان الارتفاع وأنا علشان ارتفع نزلت لك. الله يعني الله كانت الله. سبحان الله موهبة عظيمة يعني. فاستحقت الجائزة. وكررتها مرة ثانية. أنا أحب الشعر وأحب الإبداع وأعرف شعور الشاعر اللي يحتاج للتكريم أو أنه ينافس. فأنا أعرف شعوره وأعرف مدى هذه الجائزة وش تبقى في نفسها يعني. وأنها بتثمر. وفعلا كثير من الشعراء يعني البرنامج البيت الحمد لله يا ربي فاز فيه 130 شاعر او 140 شاعر، هذه كلها لها اثر طيب اكيد ما في شك. لا وتطلع لك شعراء قد يكون غير معروفين. وفعلا وهذا ما حصل ايضا في برنامج البيت. طبعا طبعا الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه. وهذا جماليه الشعر انه يتنافس ويعين التقدير. ترى الجائزه ما هي جائزه، هي تقدير. هو احساس ان هذا الشخص تقدر لانه ابدع اكثر من هذا. سعد ايضا نبي قصيده، وللعلم ابى اقول للمشاهدين شيء، سعد علوش كشاعر يحفظ الكثير لغيره. قد يكون من بعض قصائده ينساها بس ما ينسى للشعراء، خصوصا الشعراء الكبار، الشعر القديم من الشعراء الاولين. صحيح. تحفظ الكثير ودائما تستدل، انا من خلال معرفتي فيك تستدل في قصايد هذول الناس وتتذكر وتحاول انك تلقيها بعد. منو من الناس اللي هذه القصيده ما 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 تفارقك؟ ما تفارقك في قصيده الواحد من شيباننا بندغش الله يرحمه، رحمه الله عليه،
هذه القصيدة أنا أحبها حبا جما يعني. لجمالها؟ طبعا. ولأن أعتقد أنا وصدق الشاعر فيها اللي ما منقطع النظير يعني. لأنه يتكلم عن شيء في نفسه يعني. والله. على ما أذكر منها. لأني أنا مضيع فيها وهي طويلة. أعتقد نقول تحفظ. بس هي طويلة. هو يقول الله يبيح منه منه يقول. اللهم آمين. يا ليلي اللي جذبني نور براقة نجومها السارية زريتها طالعها الله من أول الليل حتى حزت إشراقة والناس في غفلة منها وأنا معها والغيث من زود ودقه زاد دفاقة والمجحرة من مساكنها يطلعها طلعها. أروى هشيمة الحياة سبحان خلاقة صناعة ما أحدا غيرها بصانعها يكن لون النبات وخضرة أوراقه ورود راعي الورود اللي يوزعها وفيهم سالم تجر الصوت مشتاقه تهيضك بالحول اللي تروجعها ويرحل على الذكر راعي الشاه والناقه واللي لقى روضة الخضرة يربعها وبيت الشعر فيه مزين مدة رواقه ودلال رأيه بنواعه منوعها ولا روح الجيب حدرك كنت تصل فاقه شيهانتن فرعت من عقب برقعها يطوي الله. بعيد الريادي تحت سواقه البيت كأنه ينزلها ويرفعها مضواه نبنوبة للقلب سراقة الله. اللي كما مدمع الأثري مدامعها اللي تصون العهد ما هي بواقة دموعها وادعتني قبل وادعها ستة شهور ونشكي لوعة فراقها ستة اللي مضت والفطر سابعها من شانها جات كالمثال من ساقة جزلاتها تجيك والهزلاتها أرجعها يقول اللي يعرف الشعر وسواقه اللي اليوم بغاها ما يضيعها هو والله ما يضيعها صح حسانك رحمة الله عليك الله لا شك سعد الأصبوحة والأمسية اليوم أيضا هي نوع من انتشار الشاعر صحيح ويسعى أي شاعر اليوم ويسعد بأن يكون اليوم في 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 أصبوحة أو في أمسية وسعد مقل جدا في وجوده في الأمسيات الشعرية صحيح. هل هو لأن ما عندي شيء جديد أقدمه أو أني لا أنا مكتفي باللي أنا قدمته أو أنه خلاص أنا عديت هذه المرحلة مرحلة أصبوحة أو أمسية عشان أنتشر في ساحة الشعر الشعبي لا شوف الأمسيات أنا أعتقد أنها تلاقي أحبها أنا ما أخذها من هالمنظور أنا أروح علشان أشوف الناس اللي أحبهم ويشوفون اللي هم يحبونه وإذا كان عندي جديد أروح أقوله ما عندي أي حسابات ثانية يعني لكن في حال ان الامسيه ما هي معجبتني او مكانها ما يعجبني او توقيتها ما يناسبني ارفض يعني او ما اتحمس لها لكن اذا صار مهرجان كبير مثل هذا فبراير مثل ملتقى دبي وانا عندي جديد بالعكس ابرك ساعه الشاعر يتفاعل لما يشوف الجمهور قدامه اليوم وهو يقصد على حسب يتغنى مثلا لا لا على حسب اذا الجمهور يحبك او ما يحبك كيف يعني في شعراء جو قدام جماهير وطلعوا ما عاد كرروها مرة ثانية لأن الجمهور مو ما حبه لكن يمكن قصيدة من النوع اللي ما يحبه هذا الجمهور بالتحديد لأن تعرف البلدان ثقافات متنوعة يعني صحيح أحيانا ممكن تكون ناجح في بلد في بلد آخر ما يستصغون شعرك يعني وقد تكون في أمسية تهدم شاعر وقد تكون في أمسية ترفع شاعر فعلا وهذا حقيقي يعني وهي توافق من الله قبل وعقب يعني أيضا سعد ترى من ميزة الأمسيات أنك تشوف شاعر جاي من قطر وشاعر جاي من السعودية وشاعر جاي من البحرين لمتكم كشعراء في هذه الأمسيات اليوم وهذا يمكن كنت أقول التنافس اللي 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 كنت ودي أطرحه عليك هذا اليوم لما أسمع سعد علوش قايل قصيدة حلوة أتحفز إني أنا أقول قصيدة أيضا أو أكتب بفكرة مغايرة عن الفكرة طبعا وهذه نتيجة الـ نحن في الخليج العربي ترى شاعر الكويتي ممكن عندما معجبين كثير من عمان والعكس صحيح يعني ترى اللهجة ما هي بعيدة عن بعض أكيد وفي النهاية ترى احنا كلنا واحد يعني ما في شك ولهجتنا واحدة وطريقة محبتنا واحدة بقى أعتقد ذلك إن شاء الله عسى الله يجعلنا دائما بإذن الله وحنا على فكرة اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وصلت قربت كثير وقربت أكثر قربت وأكثر يعني. واليوم ما صارت قناة واحدة مثل ما ذكرنا قبل صارت القناة مفتوحة من خلال حسابك في تويتر والإنستغرام ولا حتى التواصل الاجتماعي توصل وين ما توصل أنا شاكر لك على هذا اللقاء جدا سعد يعني كنت أتمنى يكون الوقت أكثر وأنا أعرف أنه سيعتب علي الكثير في هذا اللقاء أنه
نبي كم قصائد أكثر، لكن أوعدكم بنختم بقصيدة سعد. قبل لا نختم نبي منك قصيدة. حاضر يا أبو قيم. يقول: وش في عيونك ليه ما عاد تغري، وهي من أول شمس وقمار وزهور، عيونك الأرض الكبيرة وتدري إني على هالأرض حتى لو أدور، عيونك الأرض الكبيرة وتدري إني على هالأرض حتى لو تدور، يقلك صبري أو يزيد صبري ما راح تفرق دامني فيك مجبور، أحبك بكسري وأحبك بجبري وأعيش بك حتى ولو كنت مهجور، أحبك بكسري وأحبك بجبري وأعيش بك حتى ولو أنت مهجور، أقل واجد ولقيتك يا كثري وأرجع أقل رحت عني يا مغرور، والبعد ما نزل ولا زاد قدري لكنه وجع قلب واستهلك شعور، البعد ما نزل ولا زاد قدري لكنه وجع قلب واستنزف شعور ضحكاتي ونبرات صوتي وشعري، خذها تراك مباح مني ومغفور بترحل ارحل بس رجع لي عطري، العطر ريحة روح ما هو بديكور لا تجيب لي عذرك ولا جيب عذري، ما فيها أحد منا يا محبوبي معذور، لا تحسب ان جرحك حبيبي بيهري، أنا من اللي لنجرح قال مشكور، الثقب هذا اللي تركته بصدري هو نفسه اللي راح يدخل معه نور. الله 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 عليك طويل. الله عليك صح لسانك يا ابو جابر، لا ختام مسك اسامك طويل وبرك الساعات جيتكم يا مرحبا والله ومسهلا فيك. احنا سعداء جدا بهذا اللقاء ابو جابر حقيقه، يعني باسم جماهير برنامج في ضيافتهم اشكر لك هذه الضيافه يا مرحبا، وايضا اشكر الساده المشاهدين لمتابعتكم. حاولنا ان احنا نوجد هذا التنوع بين الشخصيات، واليوم سعد علوش من الشعراء اللي فرض نفسه على ساحة الشعر الشعبي بقصائده الجميلة. شكرا أبو جابر على هذه الاستضافة، مشكور على هذه الأجواء الجميلة، أقول مشكور أيضا للسادة المشاهدين. تابعونا دائما في برنامج في ضيافتهم. تحب تقول كلمة أبو جابر؟ أشكركم وأنا متشرف جدا أني أنا في هذا اللقاء ومعاك أنت بالتحديد يا أخوي بركة، الله يرفع قدرك. إذا مشاهدنا الكريم شكرا لمتابعتك، نشوفك إن شاء الله في ضيافات أخرى بإذن الله، ومن جو إلى جو نشوفك على خير ومحبة، مع ألف سلامة.